نبدأ جولتنا من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي عنونت أوهام المرض تكبد بريطانيا خسائر هائلة. أظهرت دراسة أن حالات التوهم المرضي تكبد النظام الصحي البريطاني ما يقرب من 56 مليون جنيه استرليني سنويا. وتقول الدراسة أن التوهم المرضي الذي يقوم على اقتناع الشخص بأنه يعاني مرضا انطلاقا من أوهام أو مبالغة في تحليل الأعراض الحميدة يمثل عبئا حقيقيا على النظام الصحي البريطاني. صحيفة الخليج عنونت الموسيقى المبهجة تزيد القدرة الإبداعية. وجد باحثون أن الاستماع إلى الموسيقى يزيد القدرات الإبداعية، وأن هذه القدرات يمكن تحفيزها للوصول إلى مستويات جديدة من الابتكار في مختلف المجالات مثل التقنية أو الأعمال أو الفنون. ويصف الباحثون هذه العلاقة بين الموسيقى وتحفيز الإبداع بتأثير موزارت، ويوجد جدل في أوساط علم النفس والأعصاب بخصوص هذه الفكرة، بينما تتزايد الأدلة على صحتها في الآونة الأخيرة. صحيفة الحياة عنونت رياضة الجري خطيرة جدا في الصين. حقق تسجيل مصور يظهر سيارة أجرة تدهس مجموعة من هواة الجري خلال ركضهم على طريق سريع، حقق انتشارا واسعا في الصين، ما يجسد الأخطار التي يواجهها محبو هذه الرياضة في البلد الأكثر تعدادا للسكان في العالم. ومع طرقها المكتظة المليئة بالحفر والمعدات الكبيرة، لا تبدو الصين المكان المثالي لممارسة رياضة الجري، غير أن عددا متزايدا من الصينيين يقبلون على هذه الهواية، وباتت سباقات الماراثون تقام يوميا هناك. إلى صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت إطارات سيارات ذكية تعيد لحام نفسها. طور علماء في جامعة هارفارد إطارات من المطاط الصلب يمكنها إعادة لحام نفسها ذاتيا عند إصابتها بخرق أو شرخ أثناء قيادة السيارة. وقد تم تطوير هذا المطاط الهجين على يد باحثين في جامعة هارفارد الأمريكية، حيث يتشقق المطاط إلى شقوق صغيرة للغاية عند التعرض للضغوط غير العادية، بدلا من التشققات الكبيرة المعتادة في الإطارات التقليدية. إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت الحكومة الروسية تبدأ بتصدير التعليم الروسي. اختارت وزارة التعليم الروسية 39 جامعة لتشارك في تحقيق مشروع تصدير التعليم الروسي، والمقصود بتصدير التعليم الروسي هو استقطاب الطلاب الأجانب إلى الجامعات والمعاهد الروسية وزيادة عدد الطلاب الذين يتلقون دورات أونلاين.